أما على مستوى السلع فقد سجلت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية مكاسب جماعية في تعاملات الأربعاء. صعدت أسعار النفط بنسبة بلغت 1.50% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 91 دولارا 95 سنتا للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة عسكرية جزئية للاحتفاظ بالأراضي المحتلة في أوكرانيا. هو تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل لإمدادات الطاقة. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليقفز سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.69% عند 1682 دولارا للأوقية. صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي عامين ونصف في جلسة أمس، حيث تتجه أنظار المستثمرين نحو قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم وسط توقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس، مع وجود احتمالية أن يتجه لزيادة أكبر قدرها 100 نقطة أساس، لتكون تلك أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 40 عاما. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم الأربعاء. صعدت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 0.69% عند مستوى 19000 دولار و265. ارتفعت عملة البيتكوين خلال تعاملات الأربعاء قبيل قرار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي المرتقب لاحقا اليوم.